ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد مع شروق عماد الدين. مساء الخير. شكرا أدم. مساء الخير. شكرا هبة. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. تبين أداء بورصتي الإمارات حيث أغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع مدعوما بمكاسب من القطاع المصرفي وارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر أبو ظبي الرئيسي بنسبة 3% ليواصل تحقيق مكاسب من الجلسة السابقة. على الجانب الآخر تراجع مؤشر دبي بنسبة 2% لينهي مكاسب استمرت 3 جلسات متأثرا بخسائر في قطاعي الصناعة والمرافق. وحقق أيضا على الجانب آخر تراجع مؤشر دبي بنسبة 2% لينهي مكاسب استمرت 3 جلسات متأثرا بخسائر في قطاعي الصناعة والمرافق. ومحقق مؤشر دبي مكاسب أسبوعية 1.1%. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط لكنها لا تزال في طريقها لتكبد 3 خسارة أسبوعية على التوالي بعد تراجعات حادة بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني. ارتفع خام برنت بنسبة 73% إلى $75.2 للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4% أيضا إلى $71.3 للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.34% لتصل إلى $2.31 للتر. وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.14% لتسجل $2.12 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أضاف الاقتصاد الأمريكي 253,000 وظيفة جديدة بالقطاع الخاص خلال شهر أبريل الماضي بأعلى كثيرا عن التوقعات البالغة 100,000 وظيفة فقط. وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية لقد جرى تعديل بيانات شهر مارس بالخفض لتظهر إضافة 165,000 وظيفة فقط بدلا من 236,000 كما وردت سابقا. وعلى الرغم من الأزمة الخطيرة بالقطاع المصرفي الأمريكي إلا أن عدد الوظائف في القطاع قد ارتفع بواقع 23,000 وظيفة. قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان ناثان بورتر إن الصندوق ينسق مع السلطات الباكستانية لاستكمال المراجعة التاسعة لبرنامج إنقاذ خاص حتى يتسنى إتاحة التمويل اللازم لباكستان للحماية من الانهيار الاقتصادي. وأشار بورتر إلى أن الصندوق سيدعم السلطات الباكستانية في تنفيذ السياسات اللازمة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذا يشمل العمل الفني لإعداد موازنة العام المالي 2024 المقرر أن يصادق عليها البرلمان بحلول نهاية يونيو. انتهت جولتنا الاقتصادية للنشرة 6 وعودة من جديد إليكما هبة وأدهم. شكرا لك شروق.